طلابي طلبات الأعزاء، مرحب بكم مرة تانية. معاكم السيو قيصر في الأسكولة، ومع بعض تعال نشوف بعد ما خلصنا أونيتي أب بالكامل كشرح لسون أن لسون دو لسون تروا. عرفنا إيه وإحنا بنشرح مع بعض كده؟ الوحدة الأولى كام؟ عرفنا الألفابي الحروف الأبجدية، لنمبر الأرقام، لكلير الألوان، لا مش هنقول وي بقى. تعال نبص مع بعض إحنا هنعمل إيه، ريفيزيون بسيط كده على جميع محتويات الدروس الثلاثه في الوحده الاولى، لسون ان لسون دو لسون تروا. تعال نشوف هنراجع ازاي وهناكد على ايه ومعانا ايه. يلا بينا. طلابي طالبات الاعزاء، بعد ما انتهينا من شرح تروا لسون في الوحده الاولى، بعد ما خلصنا شرح الثلاث دروس، تمام، تعالى كده نعمل ريفيزيون بسيط جدا على الوحده دي ونشوف اهم الحاجات اللي عدت علينا. اول حاجه، اهم الافعال اللي جت موجوده معانا فيرب اتر. فيرب ايه اتر؟ بمعنى يكون. تصريفه جو سوي، تويي، الي، نوسوم، فوزيت، ال وال، سون. جميل. فيرب اتر بمعنى ايه؟ يكون. عند فيرب افوار يملك، عنده لديه، تصريفه جي، تيا، إلا، نوزافون، فوزافي، إل وإل، زون. جميل. فيرب سابولي، وخد بالك منه كويس جدا. عايز تقول أنا اسمي وأنت اسمك والكلام ده كله، يبقى تصريفه إيه؟ جو مابيل، تو تابيل، إل وإل سابيل، نو نوزابيلون، فو فوزابيلي، إل وإل سابيل. زي ما شفنا اهم الافعال اللي قابلتنا، تعال نبص كده اهم الكلمات اللي عدت علينا. عندي ام بروفيسور مدرس، انا مي صديق، ان كوبان زميل، ان فوازان جار، ان بير اب، ان مير ام، ان فرير اخ، ان سير اخت، ان كامراد زميل او صاحب، مسيو واختصارها ام معناها سيدي، مدام اختصارها ام ام او سيدتي، مدموزيل واختصارها ام ال ال او انستي. جميل. الاسئله والاجوبه اللي كانت موجوده معانا، طب نركز مع بعض كده، جمعناها كلها مع بعض في جدول واحد. لما باجي اسال واحد واقول له كومون تو تابيل، ما اسمك؟ ها الاجابه جو مابيل علي. طيب عايز اسال واحد عن عمره او سنه، هقول له كيلاج اتو، ما هو عمرك او ما هو سنك؟ هيقول لي جي كانزو، انا عندي 15 سنه. لما اسال واحد عن حاله او صحته هقول ايه؟ كومون صفا، صح كده، وصفا برضو الوحيده صح، يبقى يقول لي صفا بيان او وي صفا، نعم انا بخير. اربعة، سي كي، من هذا للشخص العاقل؟ يبقى سي كي بسأل بيه عن ايه؟ عن الشخص العاقل. الاجابة بتبقى سي زاد اسم شخص عاقل. سي تيو ان فوازا، انه تيو جاري. سكوا للغير عاقل، يبقى ستان استيلو، صح كده. فاكرين التحيات اللي خدناها؟ تعال نبص مع بعض ونفتكرها تاني كده. بونجور صباح الخير، بونسوار مساء الخير، بونوي تصبح على خير، بون ابغي ميدي تحية لبعد الظهر، ابيان تو اراك قريبا، ابليس نلتقي فيما بعد، سالو ازيك او سلام. وخد بالك بتقال في الحالتين سواء انت جاي او انت ماشي، بس الملحوظة هنا ايه؟ ما بتتقالش غير بين الاصدقاء بس. امال لما احب احيي المدرس بتاعي، بابا في البيت الاكبر مني، احيهم بايه؟ بالتحيات العادية الرسمية بتاعتنا اللي هي بونجور بونسوار بونا بغيمي دي، كل ده. انما انا وبينه وبين اصحابي سلو ما فيش مشكلة. اروفار الى اللقاء، ادوما نلتقي غدا،
اجودي الى يوم الخميس. ميرسي بكو، شكرا جزيلا. ورد ميرسي دوريان اللي هي عفوا. نركز مع بعض في الكلمات اللي قدامنا. عندي تشاو، الى ان نلتقي. ميرسي، شكرا. با دوكوا، لا شيء او لا عليك. اتوا، وانت. سيلفو بلي، واختصارها اس في بي، معناها من فضلك، بتتقلل الاحترام. برافو، احسنت، ومعناها نعم. تعال نطلع فوق. نو بمعنى لا، باردون بمعنى اسف، اكسكوزي موا معذرة، دكور موافق، سيل تو بلي واختصارها اس تي بي لو سمحت، وتتقال ما بين الاصدقاء وبعضهم اللي في نفس سن بعض. وعندي بيان فينو، اهلا ومرحبا. يبقى اكزامان سول نتي ا، امتحان على الوحده الاولى، بيقول لي هنا لي لي دوكومون بوي ريبون او كيستيون. لي لو دوكومون بوي ريبون او كيستيون، اقرا الوثيقه ثم اجب على الاسئله. عنوان الوثيقه مهمه جدا. لما يجي لك وثيقه هتقرا من اول كلمه فوق لغايه اخر كلمه بتبقى موجوده تحت. العنوان هنا بيقول لي ايه؟ الي كل الحوار ما بين، الحوار ما بين محمد ومحمود. الحوار ما بين مين؟ محمد ومحمود. سالو محمود، بونجور محمد، كيسي، من هذا يكون؟ ها، فمحمد يرد يقول سي عمر، النوع عمر. سيتان كوبا دو تينيس، زميلي فين؟ في التنس. اللي سوسياب اللي هو بيكون اجتماعي. محمود بيقول سالو عمر، موا جو مابيل محمود، جو سوي اردني، انا بكون منظم. عمر، بونجور محمود، صفا، هل انت بخير؟ قال له وي صفا، ميرسي. طب تعالى نشوف الاسئله واحده واحده كده ونتدرب على حل الدوكومون الاولانيه. شوازي تبغي لو دوكومون. عمر اي لو كوبان دو، عمر كان صديق مين؟ ها، عمر زميل مين؟ محمود ولا شادي ولا محمد؟ نرجع تاني للقطعة كده، نرجع تاني للقطعة. محمود بيقول كيسي من هذا، محمد بيرد بيقول له عمر. سيتان كوبان دو تنس، زميلي في ايه؟ في التنس. يبقى هو كان صديق مين او زميل مين؟ محمد. تمام كده، يبقى عمر ايه لو كوبان دو محمد. عمر اي، عمر اي بيكون بافار، رومانتيك، سوسيابل. عمر اي بافار، رومانتيك، سوسيابل. محمد قال ايه في القطع؟ ها، محمد قال ايه في القطع؟ إليه، إليه أهي، إليه سوسيابل. يبقى عمر، عمر إي سوسيابل، عمر إي سوسيابل. إلسون، هم يكون دون لارو، أون كلاس، أليكول. عنوان القطعة إيه؟ عشان كده قلنا العنوان مهم. يبقى هم بيكونوا في المدرسة. عمر ايتان كوبان دو باسكت، دو تنس، دو فوتبول. يبقى دو تنس. محمود اي، محمود اي اردني، اردني سوسيابل. فرق ما بين دي ودي بالظبط كده، مذكر ومؤنث. وهو في القطعه قال ان محمود بيكون مرتب او منظم. القطعة الثانية برضو بيقول لي لي لو دو كومو بوي ريبو كيستيون. سالو روبير، جو تو بريزونت ميز امي دو ليسي، تحياتي روبير، بقدم لك اصدقائي في المدرسة. ماهر ايتامر، ماهر اكاترزون عنده 14 سنة، اليم لتونيس بيحب التنس، الي انتليجون اي تيميد
ذكي وخجول، خدوا بالكم من الصفات دي. تامر اكنزون اليم لو باسكت، اليم لو باسكت اللي باسيون اي اوردوني، هو بيحب الباسكت وبيكون صبور وايه ومنظم. تنامي احمد، صديقك احمد، تعال نشوف فري او فو، صح او غلط. احمد بارل دي كامارات دو سيبر كافيه، هو احمد بيتكلم عن اصدقائه في السايبر. ها لا، اصدقائه فين؟ اهي في المدرسه، يبقى العباره دي غلط. ماهر ام له باسكت، فين ماهر؟ ادي ماهر الام له تنس، لا بحب ايه تنس، يبقى العباره دي برضو غلط. تامر ايه ام باسيون، فين تامر؟ الام له باسكت اللي تامر اكنزون، بنحل مع بعض الام له باسكت بيحب الباسكت اللي باسيون اللي باسيون. الفرق ما بين دول ايه؟ اول حرفين غيرت المعنى خالص، هنا صبور هنا غير صبور، يبقى العبارة غلط. تمام. ماهر وتامر اون كانزون، ماهر وتامر الاثنين عندهم 15 سنة، في واحد 14 واحد 15، يبقى غلط. ماهر اي سوسيابل، ماشي خلينا مع ماهر للاخر، اللي انتليجون اي تيميد. تامر ها مفيش اللي هو، لا يبقى العبارة برضو غلط. تمام. تبغي زونت انكو ما اتون بير تو دي، عندي سؤال جديد وحلو اللي هو المواقف، واحنا كنا نوهنا قبل كده ان المواقف السؤال ده حصل فيه تعديل بسيط، ان انت هيجيلك ان شاء الله في الامتحان 5 اختيارات تختار منهم 2. ايوه بالظبط كده، زي ما انت سمعت ان انا عندي الموقف هيجي تحت منه 5 اختيارات، هتختار منهم 2 صح، هتختار منهم ايه؟ 2 صح. طيب الموقف الاولاني بيقول لي تو بريزونت ان كوبان اتون بير تو دي، جو مابيل احمد تو تابيل عمر ال سابيل شادي، انت بتقدم صديقك لوالدك، فانت بتقول ايه؟ ها إيل سابيل هو اسمه شادي. تمام. تونا مي تو دي موند كيس تو دي، أصدقائك بيسألوك من هذا، قبل ما نطلع الاختيارات هنجاوب تقول إيه؟ هيبقى الجملة فيها سي، الجملة فيها إيه؟ سي. تعال نشوف كده، قال لي هنا سيتان تابلو، ده هنا بتسأل عن شخص عاقل يبقى دي ما تنفعش، سي منصك هنا غير عاقل برضه ما تنفعش، يبقى سي منامي بيير يبقى دي الإجابة الصح. بور سي كوزي اون دي، لكي نعتذر نقول، تتوقع ايه؟ ايوه جملة فيها اكسكوزي موا او باردون. طب تعال نشوف، عندي برافو ميرسي اكسكوزي موا، صح كده. On dit ils sont jumel con، احنا بنقول هم يكونوا توأم، وتوأم ايه هنا؟ إناث. تمام. On présente sa famille بنقدم عيلة، ولا On présente des sœurs بنقدم أختين، ولا On présente deux copines صديقتين، لا يبقى دول توأم إناث يبقى بنقدم أختين. On dit si رانيا con، On se présente تقدم نفسك، ولا اون رومورسي بتشكر، ولا اون بريزونت اون امي بتقدم صديق، صح كده. اون دي ال سابيل زوي كون، اون بريزونت ان كوبان، خد بالك مذكر، اون بريزونت ان كوبين مؤنثه اهي، ولا اون سو بريزونت يبقى لما بتقدم زميله او صديقه، صح كده. شوزي لابون ريبونز، سؤال قواعد بسيط خفيف كده نفتكر مع بعض. جو اليكول يبقى جو سوي جو مابيل اتر، يبقى جو سوي اليكول انا بكون في المدرسه. ماسير بوتيت
إيسابيل أختي بتكون، يبقى فيرب أتر إي صح. إيه النقط؟ ديزون هو عنده فيرب أفوار مع إيل تصريف إيه؟ جيتو يا إلا أهي صح. مارتان إي، خد بالك قلنا مارتان اسم مفرد مذكر، يبقى أنا عايز من هنا صفة مفرد مذكر، سيريون صفة مفرد مذكر، سيريونت مفرد مؤنث، سيريون جمع مذكر، يبقى مارتان إي سيريون مبتسم. مون فرير علي أخويا، ها اسمه علي صح سابيل. ديزلاف إلي سي سوسون، هنا جمع، فين الجمع في دول؟ دي مفرد ودي مفرد، يبقى سوسون. وانا عارف لما هنا مع فيرب أتر انا ما بجمعش صفة الاشارة، بتيجي في المفرد زي ما هي. النقط أبيل شادي إلا سابيل صح. اكريس وميل، اكتب هذا الايميل واحنا هسيبك بقى انت تحل ده لوحدك، ولو في حاجة قول لي. ها تيجي نشوف كده. سالوتون كوبا سابيل كومو كومون تيل اي، اكتب في احد الموضوعين، الموضوع الاولاني ديكري تونامي اون كاتر فراز، اوصف زميلك في اربع جمل، وبارلي دو كاركتير دو كاتر دو تيزامي. يبقى احنا عندنا السؤالين اللي في الاخر، بيجي ايميل ويجي سوجي موضوع. الايميل اللي عندنا بيقول لك ايه؟ سالو تون كوبا سابيل كومون، زميلك اسمه ايه؟ كومون تيلي، كيف هو يكون؟ طيب بسرعه كده، مش هنكتب، هسيبك انت تكتب. هتقول لي هنا مون كوبا تون، في السؤال في الاجابه مون، يبقى مون كوبا سابيل، واكتب اي اسم انت عايزه، سابيل جون سابيل مارتان. كومون تيلي، كيف هو يكون؟ الي سوسيابل، الي بافار، الي جورمون، وانت حافظ صفات كتير. الموضوعين ديكريتو ناميون كاتر فراز، اوصف زميلك في اربع جمل، زي ما انت عايز قول، عندك الصفات كتير. بارلي دو كاركتير دو كاتر دو تيزامي، تكلم عن صفات لاربعة من اصدقائك، يعني كل واحد صفته ايه. طلابي طلبات الاعزاء، كده بعد ما انتهينا من ريفيزيو كامله على اونيتيه بثلاث دروس اللي عليها، تعال نسال نفسنا سؤال بسيط وسهل. احنا اتعلمنا ايه من اول ما شرحنا لغايه ما وقفنا في الريفيزيو؟ اتعلمنا الالفابيه، الحروف الابجديه، تمام. اتعلمنا لي كولور، الالوان، صح كده. اتعلمنا بعض الافعال المهمه، فيرب اتر يكون، وفيرب افوار يملك، عنده، لديه. حلو. اتعلمت ايه كمان من الحاجات المهمه قوي؟ لي سالوتاسيون، التحيات، ازاي قابل المدرس الصبح في المدرسه اقول له بونجور، وازاي اقول لبابا في البيت بالليل بونسوار. تعلمنا ايه كمان؟ وصف الاصدقاء، ايوه برافو. عايز تقول الي سوسيابل، هو بيكون اجتماعي، او الي بافار، هو يكون ثرثار غلباوي يعني، تمام. وتعلمنا ايه كمان؟ خدنا مع بعض شويه كلمات حلوه كده هنحفظها، اللي هي لي ماسكولان ولي فيمينا، المذكر والمؤنث. اتمنى يكون ربنا وفقنا، قدرنا نوصل معلومه سهله وبسيطه عن الوحده الاولى كامله. ولو في اي تعليقات او محتاجين اي حاجه، اكتبها لنا في الكومنت تحت الفيديو. اشوفكم ان شاء الله في شرح الوحده الثانيه. اورفوار، الى اللقاء.